حدث رياضي يعني هام هنا في المغرب، كأس العالم تحط بدار البيضاء وفي استقبالها نجوم مغاربة يعني كثيرون. نعم، احنا لم نستطع الوصول لكأس العالم، كأس العالم هي اللي جت للمغرب. اذا جولة اعتدنا عليها ربما منذ كأسين عالميتين، جولة قارية اليوم محطة كأس العالم. هذه الثالثة نوفل. هذه الثالثة بالفعل. نعم. محطتها كانت الدار البيضاء ونجوم العيار الثقيل كريمو، صلاح الدين بصير، عزيز بودربالا، وايضا وسائل الاعلام المحلية. نعم. والدولية كانت في استقبال هذه الكأس. اذا اهلا بكم مشاهدينا. وصلت اليوم كأس العالم الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في اطار جولتها الثالثة عبر قارات العالم. كان رفقة الكأس الذي جاء بطائرة خاصة وفد يترأسه النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو، ولقيت الكأس استقبالا حافلا من نجوم الكرة المغربية. وتأتي هذه الجولة العالمية بعد جولتين جابت خلالهما الكأس مختلف قارات العالم سنتي 2003 و2009، وذلك في إطار علاقة الشراكة التي تربط بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وشركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، وهي الراعي الرسمي لكأس العالم منذ عام 78. وستكون هناك احتفالات خاصة في الدار البيضاء على مدى اليومين القادمين، ستمنح خلالهما الفرصة لعشاق الكأس العالمية برؤية الكأس الخالدة عن قرب، لتواصل بعد ذلك جولتها الممتدة لأكثر من 150 ألف كيلومتر عبر بلدان العالم. أكيد كأس العالم هو كانت بالنسبة لنا احنا في ذيك الفترة، ذاك الجيل، يعني كمشاركة، ولكن ملي دخلنا المعمعة ودخلنا المبارزة أو المنافسة ساعدنا الحظ وحققنا شي حاجة يعني اللي حتى واحد ما كان كينتظرها. أكيد فكأس العالم بطبيعة الحال هذاك يعني كانت ذكريات اللي تبقى دائما في الدين ديالنا. الكأس العالم بور موا بعد أولا جو غوبريزونت البلاد ديالي، بعد أولا ثانيا فرحه باسكو لا كوب دي موند لعبت كاس العالم ديال 86، وكنظن بان كاس العالم شي حاجه اللي كتجمع كاع الدول، لان حفل هو ديال كره القدم، ولكن حتى هو راه كتعرض للكره. كنقولوا لا كوب دي موند مانون سي ديفيان اوسي ان بيزنس ان ترافاي د لارجون. احساس كبير، لان اليوم كتجي عندنا كاس العالم هنا في مدينه في المغرب، مدينه الدار البيضاء، والكل كيعرف ان كاس العالم عنده واحد الدلاله كبيره. اول شيء فهو المشاركات القويه والكبيره ديال المنتخبات المغربيه في 70 وفي 86 و98 و94، واللي مع الاسف انه كنا كنتمنوا انه ان شاء الله نتاهلوا لها في اقرب وقت، ولكن باقي خصنا شويه ديال العمل. العموم فملي كتجي كاس العالم فكل شيء كيرجع الذكريات اللور، كيقول فوالا الفريق ديال السبعينات اول مره، ديال 86 داز الدور الثاني، اللعابه الكبار ديالو